لو عايزة بقى تعملي كيكة لذيذة وطعمة وجديدة خالص وكمان اقتصادية بدون بيض بدون لبن وكمان بدون سمنة، هنعملها بالزيت وكمان هنعملها بمكون جديد اول مرة حد يعملها في القناة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. المكون اللي انا قلت لكم عليه وهو صوص القمر الدين، واحنا عملته قبل كده في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه. اخدت منه نص كوباية، ضفت عليها كوباية من المية تكون سخنة، بقلبهم كويس، بضيف كمان كوباية الا ربع من السكر الناعم وكمان كوباية الا ربع من زيت الذرة، وبضربهم كويس حلو قوي لغاية ما عندي الخليط يبقى لونه فاتح. ممكن اضربه بمضرب يدوي او بالخلاط او مضرب كهربا، هضربه حوالي 5 دقايق كده، وبعد كده بضيف عندي هنا رشة من الفانيليا ورشة من الملح، وكمان حطيت هنا معلقة من الخل تكون كبيرة، وبقلب كل المكونات دي مع بعض. بعد كده بقى بجهز عندي الدقيق، حوالي 2 كوبايات وربع من الدقيق، بنخلهم طبعا كويس عشان الهواء يدخل فيهم. كمان حطيت باكت من البيكنج باودر ومعلقتين من النشا وهقلبهم كويس. هيبقى عندي لسه الخليط عندي تخين بالشكل ده، هضيف بقى بعد كده مية مغلية، اخدت حوالي 1/4 كوباية او 1/3 كوباية من المية المغلية، وطبعا المية المغلية بتساعد برضو ان الكيكة تكون هشة، طبعا ما فيهاش بيض، الخل برضو مفيد في مكان البيض. بعد كده بقى انا جبت عندي هنا نيو كلاين، قلت اجربها، هو قالب الكيك الجرانيت، قلت اجربه واول مرة استخدمته، فهنستخدمه مع بعض النهاردة في الوصفة دي. دهنته بالزيت وبعدين رشيته بالدقيق، بس عايزة اقول لكم ان هو كمان ما كانش محتاج ان احنا نرشه بالدقيق، هو كمان حلو، طلع حلو ومش بيلزق، الكيكة بتطلع معاكي بكل سهولة. يعني انتوا لو جبتوا المنتج ده ممكن ما ترشوش خالص الدقيق، ممكن تدهنوا بس بشوية زيت وخلاص. بحط بقى عندي الخليط كله، هو اخدت حوالي نص القالب، يعني كانت ممكن كمان تاخد حجم كيكة اكبر من كده، المفروض ان هي تبقى توصل لي لغاية تاخد 3/4 القالب. حطيتها بقى في الفرن لمدة 1 ساعة إلا ربع على درجة حرارة 180، وتأكدت انها استوت بعصاية الشيش طاووق كده، وتأكدت انها استوت خالص. بعد كده بقى بجيب من الصوص اللي احنا عاملينه بتاع قمر الدين كده، وبحاول ازوق بيه، مديله طعم حلو برده ولذيذ. خلوا بالكم ان الكيكه ما فيهاش بيض وما فيهاش لبن، فهي يعني عايزه اقول لكم ان هي رغم كده لكن طعمها خطير بجد، وكمان الصوص جميل ومديلها طعم حلو جدا. جربوها هتعجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير لو عجبكم الفيديو.